لو بنتكلم على الافكتيفنس فاكتورز بتاع الانتي مايكروبيال تريتمنت، احنا بنتكلم عامه على الانواع العامه بتاعت الحاجات اللي زي كده. ممكن مثلا يبقى في يعني بنحاول نقلل الميكروبيال كاونت بالحراره، بان احنا نحط كيميكال ايجنت، حاجات بالشكل ده كده. الحقيقه لازم نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل لما بنعمل حاجه زي كده. لما بنعمل تريتمنت باستعمال انتي مايكروبيال فاكتور لازم نفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط فيها. هو بيسكلي يعني اللي بيحصل ان هم يعني يوجوالي لما بنحط مثلا واحد من الايجنتس دي او بنعمل هيتنج او وات ايفر، الميكروبس اكشوالي بتموت ات ا كونستنت ريت. ات ا كونستنت ريت معناها ايه؟ معناها ان انا لو فرضا في دقيقه قللت 10%، يعني مثلا كان في مليون، بعد دقيقه او مثلا قللنا مثلا يعني كان في مليون مات منهم 900,000، فاضل يعني بيسكلي فاضل 10% اللي كانوا موجودين، يبقى معنى كده اللي فاضل بعد كمان دقيقه هيبقى 10% اللي كان موجود. يعني كل دقيقه 10% بيفضل، يعني اللي بيفضل عندي 10%. يعني النقطه بقى ان هي ما هياش زي ما احنا متخيلين كده، ان انا دلوقتي لو قعدت مثلا دقيقه علشان اموت 900,000 يبقى معنى كده لو دقيقتين يبقى اكيد موت المليون كلهم. لا، ما هياش كده، هي بتموت بكونستنت ريت، معناها كل دقيقه او كل وحده وقت بيموت نسبه معينه والنسبه الفاضله دي بتفضل. يعني بمعنى لما بقول مثلا 90% بيموت، يبقى معنى كده لو حطيت كمان دقيقه يبقى 90% من اللي فاضل بيموت، واللي حطيت كمان دقيقه يبقى 90% من ال 90% من ال 90% بيموت، وهكذا. يعني بمعنى ان احنا زي ما احنا شايفين كده، بعد دقيقه بيبقى 100,000 فاضل، بعد كمان دقيقه 10,000، بعد كمان دقيقه 1,000، بعد كمان دقيقه 100، بعد كمان دقيقه 10، وهكذا. فبنتكلم على حاجه بالشكل ده كده. الكلام ده الحقيقه لو احنا جينا شفناه براكتيكالي، بنتكلم على حاجه زي كده بنسميها يعني بنسميها الديكي بروسيسز، واللي حقيقه بتتمثل باكسبوننشال ديكي، عشان احنا بنتكلم على ان الوحده بتاعه الديكي او الوحده بتاعه الانخفاض في الرقم بتاع عدد السرفايفرز بيبقى كونستنت في كل وقت معين. فبالتالي بيبقى عندنا في الاخر شكل الكيرف بيبقى شكلنا اكسبوننشال بالشكل ده كده. لو جينا رسمناها على لوت بلوت، يعني هنا في المكان هنا بيبقى يعني بيسكلي بنتكلم على ده البوبوليشن الحقيقيه. لو جينا رسمناها على لوت بلوت هنلاقي ان هو مرسوم بيطلع بشكل ستريت لاين بالشكل ده كده. فهو ستريت لاين في سيمي لوت بلوت، يعني هو هنا تايم لينير والنمبر اوف سرفايفنج سيلز محطوطه بشكل لوجاريتميك، فيطلع لنا ستريت لاين بالشكل ده كده. لو رسمناها على لينير ولينير بيطلع لنا شكله اكسبوننشال بالشكل ده. طبعا النسبه بتاعه الميكروبات اللي فاضله بتعتمد على حاجات كثيره، منها النمبر اوف مايكروبس اللي احنا ابتدينا بيها. يعني لو ابتدينا من مليون غير لما ابتدي من 10 مليون، اكيد طبعا لما استنى وقت معين هتلاقي ان لما يكون في مليون هيبقى احسن من لما يكون في 10 مليون، يعني اللي فاضل من مليون هيبقى اقل. يعني كل ما النمبر اوف مايكروبس اللي ابتديت بيها كان اقل، كل ما كان فرصه ان انا اعمل ديس انفكشن او اعمل ستيريلايزيشن يبقى اعلى. بتكلم على الانفايرمنتال انفلونسز، يعني تمبرتشر برضو بتفرق جدا في الرياكشنز اللي بتحصل. يعني كل ما كان التمبرتشر مثلا اعلى، كل ما كان في فرصه ان يحصل ان الميكروبيال داث يبقى اعلى. التايم اوف اكسبوجر طبعا كل ما زاد زي ما احنا شايفين كده، يعني بوضوح جدا كل ما يعني كان في فرصه اكبر لان احنا نخلي النمبر اوف مايكروبس الموجوده تبقى اقل. وطبعا كل مايكروب يبقى له كاركترستكس معينه، يعني مش اي ايجنت يشتغل مع اي مايكروب. يعني بمعنى في بعض الحاجات مثلا بتبقى ممكن يعني بعض انواع الميكروبات بتبقى هيت ريزيستنت، يعني محتاجه درجه حراره عاليه جدا لوقت طويل جدا عشان تموت. في بعض الانواع الثانيه لا، ممكن تموت في درجه حراره قليله. فهي كل واحد من الميكروبس او لما بنيجي نتارجت مايكروب معين لازم ان احنا نبص على الكاركترستكس بتاعته ونتعامل معاها بحيث ان احنا نقدر نادرس كل الكاركترستكس دي في طريقه الديس انفكشن.